أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وسامحوني كلكم إذا منعرف نسامح. ما بفهم شو بيحكي كيلاني، بس بحسهم وبعرف إنه عنا جهل والإنسان عدو ما يجهل. بشكركم لبقى تطلعوا بالشكل. المسيح حكي هو طفل، إدغار كيسي بطرفة عين يجيبها من غير مجرات وكواكب، واليوم نحن بزمن، نعم هلأ زمن الكشف. انتبهوا لأولادكم، بس بلش ينطق ويحكي انتبهوا شو عم بيقول، سجلوا ودونوا. بالأم العربية ما عنا مدرسة، هلأ كيلاني بيخبرنا ما عنا مدرسة للوعي، هوم سكولينج حول العالم موجودة إلا بأمة العرب، أمة الجماعة. ما بقت جماعة، ما بقى حدا جمعنا إلا الدرهم والدولار والدنار والعقار والدمار والنور على النور. ما بقى موجود، في نار على نار. رح أترك محمد يحكي وإن شاء الله نفهم واحد من مليون اللي عم بيحكي هالصبي من هو 7 سنين لليوم. يعني قد ما ممكن نحكي قد ايه هالحلقة مهمة، إذا ما فهمناها من أول مرة، إذا ما فهمناها من تاني مرة، منسجلها ومنعيدها ومتمنى تنفهم بالضبط شو الشيء اللي عم نحكيه، لأنه السر اللي حنقوله بهالحلقة سر من 4000 سنة وأكثر، وهو نفس هالسر يلي من خلاله هالجماعة يلي حاكم العالم، يلي ما عنده ضمير أبداً، من خلال هذا السر عم بتبرمج بالناس وعم تلعب بالناس وبيشوهوا كل إشي، حتى الدين يلي الناس بكونوا ماشيين فيه ومفكرين حالهم ماشيين بالصح، بكونوا منهم منتبهين إنه في ناس عم تلعب لعبة كمان حتى تغير الطريق وتمشي الناس بالغلط وهي ما هي فاهمة. يعني بالعادة إحنا منحب هالعلم، منحب هالفطرة وهالأمور، يعني ما في لزوم الواحد يحكي فيها ويدخل فيها، لكن لازال هالجهل موجود ولازالت هالحقيقة موجودة. ومن المشكلة انه يعني مش بس ما عم نمشي مع الحقيقة، ما عم نميز الحقيقة. صرنا كيف الحكي صار نفس الحقيقة ما عم نميزها. يعني لما واحد نوصل لمرحلة تقول لشخص تقول له الكذب صح ولا غلط، ما يعود يميز، يصير يشك في الموضوع، يلعب العقل حتى بشغلة مثلا واضحة مثل هيك. فهي هي، فالحلقة هاي كتير مهمة، ونعيدها مرتين ثالثة وننشرها ونسجلها، لأن السر اللي موجود هون ما بتخيل انتشر قبل هالمرة بالطريقة هاي بالتفاصيل هاي بالشي اللي حنقوله هون، ما مشي قبل هالمرة. قد ما فينا انتبهوا، رح نكون لطيفين ومهذبين وما نحكي أسماء وما نقول حدا مين مسؤول. كلنا مسؤولين، الإنسان عدو ما يجهل. عم ندمر الكرة الأرضية، عم ندمر حالنا، عم ندمر أولادنا وأطفالنا، لأنه ماشيين مع الشر وبدون ما نعرف مشفرين كلنا. هالشاب هالطفل عنده فك الشفرة، ولحن الكتب موجودين، القرآن الإنجيل، بس نحن ما بنعرف ضحية الضحية. كلنا من ملايين السنين لليوم دمار شامل جاي، وبنخاص على الأم العربية دمار. الدماء بدها تشتت الدنيا دم بسرعة. كلمة وحدة بس نستغفر ونقول سامحونا عشان نقتل بعضنا يا عرب ويا مسلمين، حجنتهم الناس وبدنا نقتلكم وبدنا نخلي الدم يجري لأنك هيك سمعت، ولك شفروك عم بيشفروك تتقتل المسلمين. انت الإسلام ليش عم بيقتلوا بعضهم؟ لأنه ما عاد فيه، صار ما عاد في فطرة شغالة أبدا، ما عدنا نميز. قبل ما نبلش بهالفضيحة الكبيرة ما رح نذكر أسماء فضيحة. موجودين معنا عايشين وهم يلي حاكمين العالم ومنو عارفين، منك منو عارف إنه هو واحد منهم. خلص مكشوف، في أطفال عم تحكي وبتخبركن وأسميكن ومينن وشو عم تعملوا. لحن الكتب ولحن الناس موجودين،
فيك تواجه بتشوف الشيطان وبتشوف الله اثنيناتهم. محمد ذكرهم وعاش معهم وقالكم هذا شر وهذا خير، لا يعرفنا الا الله. يا علي بعدنا عم نرجمه بالطايف ومنقتل بعضنا المسلمين تنخدم هالشر، شو ما بدكم تسموه. امبارح كانت ليلة عندي بالبيت ما فين لكم العلماء اللي كانوا موجودين اندوخوا فيه، ما قدرنا منا نايمين لا انا ولا هو ابدا، وصارت عندنا مشكلة ما بتنحل ابدا بالانترنت، ولد صغير بوم حلها. فاذا ما بقى فيه ولد صغار لما بتطلعوا بالاجساد هيك على التلفون. قبل ما نحكي هالسر وضروري يوصل لكل حدا هالسر، ويعني إذا ضيعنا نتحمل مسؤولية الغلط، والأرض قريبا بهالأعمال اللي عم نعملها عم بتروح وعم بتروح وما حدا شايف، بعدنا ما عم نصحى أبدا. قبل ما نبلش بدي أقول قصة صغيرة، يعني مشوار طريق من المشوار يلي صار معي أنا يلي مشيته، وكيف هالفترة بتمشي، وين الفترة بتوقف، كيف وين بكون أنا في عندي هالتمييز بهالفترة، وين بيصير في عندي حاجز ما بعود أميز. هلأ وأنا صغير عايش في دولة إسلامية وبدرس الإسلام على نظام اللي هو بيسموه منهج السنة. هلأ الحقيقة شايفها طبعا، كيف في أشوف الحقيقة وأكذب؟ في ناس تعطيل بكون في عنده غضب موجود، بقول له هي الدين هي الإسلام هي هيك، بكون في عنده غضب، في عنده شغلات معينة، بقول لك لا غلط ومش عارف شو كذا وهيك، بصير يجادل بغير حق. نفس الاستكبار هذا هو نفس المشكلة. فأنا شايف الحقيقة فيه، بقول لك الله واحد مزبوط، الطاقة الكونية واحدة، هي الأخلاق موجودة، هي هيك هيك هيك، ماشي مع هالفطرة وحاسس بهالفطرة. لكن ماشي الوقت ماشي الوقت ماشي الوقت ماشي الوقت، في يوم من الأيام في هالصف، طبعا احنا بالاردن عم ندرس بشكل اساسي السنه، ففي يوم من الايام عم ندرس ولا بهالسطر موجود بقول لك وصارت معركه كربلاء وصار هيك 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 وانتهت الفقره وكمل ثلاث اسطر بس. ما قدرت مسكت هالاستاذ، قلت له استاذ ما بقدر اوقف عند هالسطر يلي قدامي، قل لي شو اللي صار. عم بتقول لي احفاد الرسول الحسين مات وانقتل وكانت الحرب مسلمين بمسلمين، شو اللي صار بالضبط؟ وقفني قال لي هاي قصص شيعة ما تحكي فيها، لكن أنا بعرف الإسلام واحد، أصلا ما بقدر أقبل تقول لي هاد شيعي وهاد سني وهاد كذا وهاد كذا وهاد كذا. وبعدين شفت إنه لسه اللي أبعد من هيك الناس كلها واحد، ما فرق بيناتهم، هلا بالقرآن موجودة بس ما حد عم يقرأ. فبلشت أسأل وما كان يجاوبوني، لأنه بالعاطفة عندنا متربيين إنه الشيعة غلط السنة صح، بالمنطقة تاعتنا عند الشيعة صح السنة غلط، وبس حتى يدخلوا ببعض وما في حدا. لكن في حقيقة موجودة، في إشي غريب عم يصير، إنه كيف حفيد الرسول صار فيه هيك 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 وإحنا ساكتين. طب لحظة شوي، أنا بعرف إنه الإسلام كان حضارة مزدهرة وكانت حضارة عدل وكانت حضارة هيك، لكن إيش هالحكي اللي موجود قدامي؟ معناته في شيء غلط. وبلشت أقرأ وأشوف. طبعا الناس اللي موجودين حوالي لما أجي أحكي مع بني آدم فورا جوابي يقول له لا هاي قصص كذا، هاي قصص هيك، هاي قصص هيك، ما تدخل، ويحط الحجج العقلية. هلا هون الفرق، أنا ما عم بدور على أساس بدي أترك هالسنة وأمشي مع الشيعة ولا أترك الشيعة وأمشي مع السنة، لا، إسلام، والإسلام مش إسلام لوحده، أمة كاملة والناس كلهم واحد. لكن في فطرة ماشي في إشي غلط، بدي أعرف شو هو، في إشي ما ركب على هالعقل، في إشي ما ركب على هالفطرة. وما كان في عندي استكبار في الجدال، هي أكبر نعمة. إذا كنت شايف حالي غلطان بحكي أنا غلطان وبحاول أتعلم، لو مين ما كان قدامي صغير ولا كبير، شجرة ولا نملة ولا حشرة، بتعلم منها. إذا أنا شفت ما بكابر ما بستكبر، وهلا جايينها هاي هي الفضيحة. وبلشت أدور، وكتير كان في إلي كتير أصحاب من الناس يلي بحبوا الدين وكذا وهيك. وفي يوم من الأيام، حتى في أحد الأيام لما كنت يعني ما بكره حدا، ولما كنت أدخل وأشوف وأقرأ وأشوف الأحداث اللي صارت تاريخية، مش لهدف إني أكره أي بني آدم، لكن لهدف إني
أميز الحق بين الباطل، إيش اللي صار، وين السياسة اللي دخلت، وين الحقيقة كانت موجودة. وقريت كتير عن الإمام علي، وقريت كتير عن آل البيت، وقريت كتير عن هالشغلات يلي صارت. وفي يوم من الأيام إجوا مجموعة كبيرة من هالمشايخ، من هالشيوخ، عملوا اجتماع كامل حتى يقعدوني، وجابوا كتاب كامل عن فضائل معاوية بن أبي سفيان، وبدهم يعني يعملوا جلسة تا يغيروني. أقول لهم يا جماعة أنتم عم بتغيروني عن شو؟ أول شيء أنا ما بكره حدا، لكن أنا عم بسألكم شو اللي صار. إذا حفيد الرسول كان بني آدم سيء وكان ما عنده أخلاق وكان ما عنده شيء، احتراما لمحمد ما بينعمل فيها الحكي، طب كيف هو من حملة الحق يلي ما في مثلهم؟ الإمام علي لما بلشت بقرأ هالحديث، بقرأ الحكمة، بقرأ هالهيك، بعدين هالإمام علي برضو عم بشوف الحكمة اللي موجودة عنده. لما تقرأ الحكمة اللي هون مش زي الحكمة اللي موجودة في محل تاني، هالعلم اللي موجود هون مش زي هالعلم اللي موجود في محل تاني. لكن شو اللي ميز؟ الفطرة. لو ما هالفطرة موجودة، ولو ما هالفطرة، لو ما عندي عارف الغلط موجود بحكي غلطان، عارف حالي ما بعرف بحكي بعرف، بحكي ما بعرف وبحاول أتعلم. في فطرة موجودة، وهي نفس الفطرة اللي رح تحكي اليوم، وبركي قدرنا مع بعض نفك هالشفرة اللي موجودة. فهاي بداية قصة، وبتصير مع كل هالناس يلي بس بدي أعرف الحقيقة ببساطة. بصير لما يصير هالشي اللي موجود قدامي ما بستكبر، بميز بين الصح والغلط وبمشي معاه فورا، بقرأ وبميز، يعني ما بتبرمج، ما بمشي مع برمجة. هاي هي. هلا شو القصة يلي موجودة قدامنا؟ القصة بلشت من لما من وقت خليقة آدم وحواء، وقبليه طبعا. هلا آدم قبل ما يكون في آدم وحواء كان في غير هالإنسان كائنات موجودة على هالأرض، وصار في أحداث كتيرة. وبالقرآن لما يقولك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وبالإنجيل to replenish the earth، كان فيها ناس للأرض ودمروها هالأرض، وإجا الله بده يخلق شيء جديد. قالوا له ليش بدك تخلق شيء جديد؟ قال لهم أنا عم بعمله لهدف. هلا هون صارت القصة يلي الناس منها واضحة عندهم بالصوت. انعمل هالبني آدم ونزل وكان موجود في اللي بسموها جنة عدن أو شيء مثل هيك، وصارت أحداث إنه إجا سيربنت، إجا إبليس، إجا الشيطان، شو ما بدنا نسميه، إجا هالكائن الثاني مسك آدم وحواء وقال لهم هاي الشجرة تاكلوا منها حتى يصير في عندكم علم. قال لهم أنتوا هلا ما في عندكم، يعني طاقتكم محدودة، إذا بتاكلوا من هاي الشجرة بيصير في عندكم علم. كان في شجرتين، شجرة بتعطي هالعلم أو بتعطي هالتمييز بين الصح والغلط، وشجرة تانية بتعطي الإيمورتاليتي، تري أوف لايف اسمها، الأبدية، الأزلية، الأزلية، الخلود. بالضبط. هلا وين المشكلة؟ المشكلة إنه إبليس ما كان في عنده هالوعي الكامل. كائن هو مثل هالبني آدم، كائن هو كائن تاني، ما هي مادته إشي تاني بتختلف، لكنه كائن. ومثل هالبني آدم أقوام وقبائل، وفي منهم كويسين وفي منهم عندهم جهل، مثل ما هالبني آدم عندهم جهل، في ناس بتدمر وفي ناس بتبني. فإجا هالشخص يلي عنده ما عنده وعي كامل، لكن عنده استكبار، كان في عنده حقد على الرب يلي عمل هالبني آدم. ليش؟ صار في كتير أحداث وقتها، لكن كان في عنده نوع من الحقد وما كان عنده وعي كامل.